الجميع، وتحية لجمعية واد زم أبو عميرة، تنحيوها بزاف، وتنحيو الجامعة المغربية لعلم الطيور وجميع الجمعيات اللي حضروا هذه المناسبة. بالنسبة للنظرية ديالي في هذا الشيء تاع التحكيم، فوردت الأجواء مزيانة، إنما اللي وقع وهو الدراري باقي ما تيفهموش يحفظوا الطيار. كل شيء تيدير حفاظة وحدة، لأن معظم الطيار اللي سمعنا، لا بالنسبة للميستو ولا للمقنين، تقريبا تنجيو تنلقاو كلهم تيتشابهوا. خص الإنسان يبدع إلى بغا يوصل. دابا الانسان سي نعم نادر، اسمح لي قاطعتك، أيه الانسان سير. لاحظنا كيقلبوا ديما على ديك السهله اللي ديجا محفظه الاخرى، الناس ما كيبغوش ولكن هذاك يغامروا، الشيء لا الناس ما يسمعني، كيبغوش يغامروا باش يقلبوا على اسمح التراث لي، وخاصه. دابا هو الإنسان إلا تيبدع فيوصل. أنا هادشي اللي بغيت نوصل، هادشي هادشي الإنسان يمكن يكون تيبدع وين فارس داك الشيء فيوصل. ديالو. خوك ينفرد بكل شيء، بكل شيء، لأنه دابا ملي تنسمعوا تقريبا في الجهة اللي كانت عندي أنا، تقريبا 4 ولا 5 تيار بحال حال تيهضروا، حال بحال كيتحط كروح ليا الأول، كيتحط ليا الثاني، كيتحط ليا الثالث. حال وتنتمنى الإخوان المسيرة موفقة، الحمد لله راه كل شيء داز راه كاين اجتهاد، انا أجواء. ما قدرناش هذا نجتهدوا كل خصهم واحد في يزيدوا نفس شوية، الديار. خصهم يزيدوا شوية، حنا تنتمناو من الإخوان يبداو. الحمد لله كاينين الأشرطة، الحمد لله، الحمد لله كل شيء كاين. واش عمر شي واحد طلب منا شي حاجة ما عطيناها ليه؟ راه الحمد لله كاين كل شيء، ولكن ما يبداوش يلعبوا في داك الشيء في سميتو في لورديناتور، ماشي يبداو دابا تيبدلوا النزولات، مثلا تيدير لك شامي او يدير لك هنا او يكثر لك كثر النزولات. شي طار هنا داز فيه شي حاجه داز سامية. كاينه ولا بدا راه كل شيء تنسمعه داز واحد تيقول هذاك الشيء، ولكن حنا ما عندنا سوق، حنا بحال بحال الطيار. المهم كتحاولوا تساعدوا مع الشباب فين ما زالوا طوروا ولا بدا ولا بدا ان شاء الله ان شاء انهم الله يطوروا الاولاد، ولا بدا ولا بدا. هذا الشيء راه ضروري ما يبقاش، لا خص بنادم كل خالف تعرف. انا بغيت نص لك هذيك المارسي الادريسي، بنادم يدير ديك خالف تعرف، ماشي مثلا انا عندي واحد الشريط كل شيء نبدو ليه، تتولي بحال داك الشيء بحال بحال هذاك الشيء اللي كنا خايفين منه هو اللي كنطيح في الكاس اللي انت عندك فهمتيني. ولا مثلا انا عندي واحد الشريط زين كل شيء بغي يحفظ عليه، وفي الاخر تيجي يقولوا نمط واحد ما ماشي بديتي تقول ها انت ما تبقاش ديك الاولى. خص داك الشيء سمع سمع من هنا وتسمع من هنا، باش وهذا جيب لي تنسيف، جيب لي اكدال، جيب لي جنال كبير، جيب لي هادي، جيب لي هادي، وما يبداش الانسان يغير. انا هذاك الشيء تاع التغيير تاع النزولات ما خدام ما خدام ازيدهم الانسان يقول هذاك الشيء كما انزل، كيف سمعوا في الشريط يحطوا ليه، وراه حتى هو اللي تيبدا ماشي البشر. خصني بنادم يفهم هذه القضيه، ولو انني انا كساب ومولوه راه حتى هو اللي تيبدا. هما دابا كاينين بعض شي تيار بلا ما نذكر اسماء مواليهم، ياك والله العظيم الا تيبدعوا تيقولوا كلام غيروا المعنى وغيروا اللغه ديال المقنين، ولكن بالطريقه الصحيحه اللي هي تتنفع سميتو الولاعه على الصعيد الوطني. الحمد لله. وهادشي انا تنفرح اليوم اللي تنسمع شي حاجه فريده من او زينه، تنفرح والله الا تنفرح. والحمد لله راه كل شيء داز في اجواء مزيانه، والحمد لله تلاقينا مع الحباب وهذا الشيء اللي كاين، والله يسخر الجميع، والله يلاقينا في شي مره اخرى ان شاء الله في شي كونكور يكون اسميت، والحمد لله راه باقي الخير قدام. حنا راه ماشي دابا حنا عطينا غير غير نظريه، اش اللي سمعنا وداك الشيء اللي كاين، والله يسخر الجميع. وشكرا سي الادريسي، الله يحفظكم. سلام عليكم، تحياتي واحترامتي لجميع الاخوان. وتقييم للمباراه، هي المباراه بحد ذاتها من الناحيه الاجتماعيه دوزنا خساره مع الاصدقاء، ومزنا ومشنا وتعرفنا مع الناس، وصلنا صله الرحم الاخوان، هذا هو المهم اللي كاع واخا تبتروا بلا طيور. الحمد لله. وهو حتى هي السبب اللي جاتنا نتلاقاو مع الاخوان هنايا ونشطوا ونضحكوا، كل بغى يمشي للمحل ديالو ويندمج ثاني مع الحياه العاديه كما هي. ومن ناحيه ديال التقييم ديال المباراه هو طيور، ولكن واحد الحاجه اللي لاحظتها الدراري هما تيتعبوا التعب الكبير باش يطلعوا الطيور باش يطلعوا، ولكن تيديروا واحد النمط اللي هو غلط. الغلط شنو هو؟ دروك سمعتي التقييم كاع حتى الكل تيهضروا في نمط واحد، هذا نفس التقييم اللي عطانا السيد، يعني ما كاينش تغيير، ما كاين والو، نفس هذا نفس هذا. والتال شي حاجه اللي بغات تجلبك اللي بغات تجذبك تصنت ليها وتشدك ما كايناش. اشنا هو
خالات قيمتي انسان مثلا قبل الانسان يحفظ على الاس يحفظ مثلا خرج شي تيكون ولد قدار بير خرج شي ولد جنح صرا بير خرج شي ولد غابه بير واخا ما يقولهاش كان هذا قال غير شي حاجه راه غادي يقول غادي يقول العام الاول غادي يقول حنا عرفتي شنو هو تنعود دائما حنا تنديروا اللي هي خايبه وتقول لك راه صعيب ما غادي يديش راه هذاك هو العقبة تدير اللي كنت تدير انت راه هذاك الترك انا في الطبيعه راه يمكن هذا حتى هو يقولها فهمتي انا وخدموا عليه ما هو تيصف قدال علاه مثلا قعدت سمعتي شي ولد قدال واه وسمعتي شي ولد تربح ديال البميل بحال محطوط ديك ماني ماستي ماني ماستي تيكراتي كراتيس بلاس بلي ولا تشاح وسمعتيني يا سيدي ديك ولد الغابه مالي البدريس بدريس بدريس سراك 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 وقول لها دوك الخليق لا تزيا ولا ما دخلوا خرج ليا في الكلاب سمعتي القراق وتا قدال قولي 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 صبر وزيد 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 هكا هكا وسير ليا ثاني سيدي اللعوينه سير ليا كاينه ثاني سير تعطل الانسان ما يحفظ وتر تيكون غادي يدير تيقول لك لولو لولو كنت قلت له تيقول لك كويس كويس مشى حط الدور وكان حتى تيبقى تيقلب فين فين يريد مسكين يريد يتنفس يقلب على شي تشا ولا شي لا تسمح لي الناس ديما الدراري ديما كيقلبوا على الحاجه اللي ساهله باش ما يضيعش العام ولا شو ديما ماشي لا راه بالعكس اللي حفظ بالعكس ساهله بالعكس تما تتكون التنافس ها هو خصو يدنيه سالو دين عنده الناس خاصني ندي النقا خصني نخرج انا شي حاجه ما جيبها صاحبي هذاك الشيء اللي خرج طوير ما يكونش عند صاحبي يعني ما تيكون التنافس راه هكا كانت لك انا مقعدات تجيب انت الطير ولد كل الاخر تيجيب ولد الماموليه تجيب انت هذا تيجيب الاخر هذا وتنقعدوا في النزهه وتتسمع هذا 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 تولي اشكال ما الا جبتي لي الطير تيقول هذا وتعاود يقول الاخر هو هذا وتيقول الاخر في هذا واحد تيعطر واحد تيقعد واحد ماشي ماشي هذيك ماشي هذيك الهوايه وزيدون هذا الشيء اللي تدير انت دوكا هاد التراكيب تيبدا تيطغاو على الاصل تيولي تيتعطوا لهم ذاك الاصل تيبدا تيهبط تما تتدني تتدنى الهوايه تاع تم قنين بالعكس هذاك الشيء اللي بتخرج منه تتحيف ام قنين ومنها تتساهم في احيائه ماشي انقراضه دوك راه هذاك السبب هو اللي جاي انقراض التغريب ام قنين ما كاين حتى التغريب مشى فهمتي دروك هذا هي المهمه نزيد ولا باقي؟ كلشي ديالك اخويا خرج ولا شي ولد هكا الله يرحم الوالدين ويجزيكم بخير وجيبوا لي شي ولد الماموريه يعني وجيبوا لي سيدي شي ولد هذا ولد ديال سميتو ديال هذا ديال بحال ديال بميلو وشي ولد ثاني سيفت القواعد راه الا سمعتيه تيقولوا تلك راه بغيت تم تا بغيت منا بغيت ترتاح كلشي هادشي كاين كاين ولد ثاني سيفت والله يسر لكم والله يسر الجميع وتنتمنى لكم الخير ان شاء الله باذن الله تتعب تتعب الله ما تعبش شي حاجه اللي هي اللي هي المستوى هذاك والله يسخر تحيه ودانيا مغربيا لجميع الاخوان هذا هو طوطو هو هو كرهبي كرهباتي الله يحفظك ليه خويا طالع خويا طالع حكى الدولي ما خلى لي ما نقول حتى سلا قفل تقفل الجدر وكشاك شي خرجوا مع المدخليه تبات بنا ما سيزي مرحبا مرحبا انا اياه الناس كيعرفوك البارح قال لي هذاك الدري ذاك اللحيه اه مرحبا مرحبا بغيت تعرفوا عليا من المواليد 1900 طلال خوكم طلال مولوح مرحبا اش غنقول لك لدينا الحمد لله هنا قيقيه وتنقلبوا على طورات الزوينين هو الاخطاء اللي كاينه تيخلطوا الدراري بين الحفيظ تيدير الحفاظه تاع ام قنين بحال تاع الميستو بحال تاع ام قنين الميستو خصو نمط ديال الكلام تكون فيه الدقات ما يكونش فيه دوك الطوال دوك الشرشير تكسر الفر الشرف داك الشيء حيدوه هو اصلا كيدير يجبدوه تيجبدوه التفا ديال هذاك الشيء بدا تسرعي الكلمات اللي فيهم الدقات بحال العقدال مثلا تربى ميلوت شوف دابا مثلا تركو حيله فاش تعطيها تر واحد ها هو المثل عندكم هنايا كي تيقولوا مثلا داك اللي جابوه مزيان جا غزال وزوين ورائع واخا انت ما عجبكش لا ياك حفاظ حفاظه وحده كي قال السي حمز زوينه ياك فهمتيني ما ضر لهاك ولا كم لامونيه وثاني عاود تنسي تخاف افضل انت كان غير مثلا تنضربوا لك بكلام السي حمز ها هو كرو واحد تنسيت هو كاين دوري ديال تنسيت وكاين مول البر هو دوري وكاين داخل الله يعطيك مول البر مول البر مول البر غادي يكون ولكن بحال هكا حافظوا على الكلمات شي اللي كان يميس واحد تيقول مثلا كحيله ميسي تيقول مالي لا ولا مول البر ثلاثه تتزرع فيهم فريخ
او حفظهم بثلاثه فهمتيني. ما تكثرش على المينستو مقنين اجتهد مع راسك ولكن قرب لوكار ماشي اجتهد ليا افتح النوت على الطاويه لا فهمتي الغابه الويدان المامونيه عقدال داكشي اللي مقارف الكلام فهمتيني. والله يوفقك الدراري وتصنتوا والكل ما ترى السي احمد تيضل تيعطف تيصيفط هادشي ولا خصكم شهاده انا مع بابيكم لا انا انت ما عندي ما هادشي اللي كنت شهاده نصوبها لخويا بكل فرح نصوبها لكم ومرحبا والله يوفق بشوي بشوي ان شاء الله شوف شوف مرحبا بكل فرح اتصل بيا وهاني معك الله يوفق الله يعطيك الصحه ما عندي ما نتسالك الله يكبر بك وساعه مبروكه الله يعزك الله بابا باقي الدوره تحيه كبيره والمبارك.